الله يخليك ركزي معي، قالي بالحرف ما أبيك تروحين، وش يقصد ذا الكلام؟ وأنا وش عرفني؟ تكفين ساعديني فسريها لي. بنت شايفتيني مترجم عشان أفسر لك كلامه؟ بعدين لو ما فهمتي وش قصته ليه ما رحتي وسألتيه؟ غير كذا هو غريب ما يسولف إلا بالألغاز، يعني ليه ما يكون واضح وصريح من البداية؟ أنا كنت أبي أسأله بس ما أدري إيش فيني، ارتبكت انحست، يعني أنا بدون شيء ما أركز، ما بالك لما سمعته قال ذا الكلام ضعت. وبصراحة ما كنت أبي أطلع قدامه غبية. طيب روحي بكرة ورجعي اسألي. أنا حاسة إنه يبي يقولي أنا أحبك، بس خايف إذا قالها إني أتركه. ممكن، احتمال والله، بس أنا ما راح أتركه، هو خليه بس يقولها لأن شبله طول العمر ولا بعد عنه ولا دقيقة. هاي هاي بنت انتبهي تقولي له هذا الكلام، أنا كم مرة علمتك تسقلي اسقلي. طيب إذا قالها وش أقول له؟ الأحسن إنك تقفلين فمك هذا لأنك بتجيبين أم العيد لا فكيتي. خليك ساكتة لا تردين. طمنوني في درت عني. لا قلت لك بغطي عليك ما حسيت بشيء. ها وش صار شفتيه؟ للأسف لا، حاولتني أسأل عنه بس ما حد أعطاني أي معلومة. خلونا من الغامض ذا الحين، خلوكم معي. وش يقصد دكتور بدر بكلامه؟ ليه وش قالك بعد؟ قالي أنا كل ما حبيت واحدة تروح وما أبيك تروحين. أوه هذا شكله من جد حب أختك الخبلة. شكلها كذا. تفضلي سبت الكل، وهي حق البضاعة اللي انزتت ببوشنا وأخيرا خلصنا منها. الحمد لله الحمد لله، هم وانزاح عن قلبي. اي والله، بعدين المبلغ مرتب كتير وما كنا نحلم بربعه. تعرفي شو كتر خيره الأستاذ خالد، ما قصر معنا أبدا. قلي لي هلأ شو الترتيب، بدنا نرجع نشتغل ولا بدنا نهدي؟ هلأ راح أقول لك وأقول لك وش بنسوي. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلين دكتور. أهلا وسهلا، حياك. اقعد حبيبي اقعد بدر. خير حبيبتي، وش الموضوع اللي تبيني فيه؟ من هو الرجال اللي شرح الأرض هذه حقت العالم الافتراضي؟ ليش حبيبتي أنت، وش يهمك الموضوع فيه؟ اللي يهمني المشتري نفسه، لأنه واضح أن الرجال فاهم وعارف فيها الأمور، وبصراحة أنا مهتمة وناوية أدخلها الاستثمار ذا. فلوسي معي واللي ناقصني بس معلومات، يعني ما عندي معلومات كافية، عشان كذا أبيك توصلني بهالرجال يشرح لي كل شيء. عادي عادي حبيبي، اتكلم قدام باسل، باسل ما هو بغريب